الأقدام ذات الرائحة الكثيرة وهي مشكلة شائعة جدا بسبب الرجل المتعرق المحاطة بأحذية، وتكون الرطوبة عالية جدا، ورغم النظافة وغسل وتجفيف تبقى رائحة القدمين بسبب الفطريات الجلدية. وفي هذه الحالة يجب العلاج بسرعة بمضاد للفطريات واستخدام الزيوت الأساسية، ولا يجب أخذ هذه الرائحة على محمل الجد وعدم استنفادها بالتمويه بالعطور ومزيلات العرق. إليكم أقوى الوصفات الطبية والطبيعية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طب ست مينوت. بالنسبة لهذا البودر فهو مضاد للبكتيريا والروائح الكريهة بالنسبة للقدم للرياضيين خاصة، وتتعرفوا أن الرائحة الكريهة تجي من الفطريات والرطوبة اللي تتكون بين الأصابع بسبب لبس الأحذية مدة طويلة. دمو فيكسرا هو بودر طبي موجود في الصيدليات، يستعمل فوق الجلد للاستعمال الخارجي فقط. أهم طريقة باش نستعملوه، نطفو الرجل مزيان، تغسلوه مزيان وتمسحو، ضروري تغسلو القدم بمنديل رطب أو فوطة ناشفة، تنشفو مزيان بين الأصابع، ما نستعملوش هذا وباقي الماء بين الأصابع. من بعد هذا الثمن ديالو تقريبا بالنسبة للمغرب 84 درهم. تستعمل مرتين في اليوم، تنرص القليل من البودر بين الأصابع وتندوز عليهم هكذا، من بعد في الليل. بالنسبة في الليل تدير القطن أو تخليهم هكا، دير لهم هكذا بهذا الشكل هكا، وتلبس الجورب، تلبس الجوارب، يكون أحسن يكون لون فاتح، يفضل الأبيض أو لون فاتح طيلة الليل، وفي الصباح نحيدوهم ونخليو هاد البودر. ممكن هاد البودر أو هاد البودرة ديروها في الحذاء إذا ما كان عندكم مشكل، أما هو راه مزيان باش يحيد ديك الرائحة. بالنسبة للنصائح أخرى وهي تتعطر الرجل، وغادي نبداو بالزيت الاول اللي هو زيت الفليو ولا زيت النعناع. فهو زيت تيكافح الجراثيم، مضاد للبكتيريا، وتعطي واحد انتعاش ورائحه جميله جدا. ممكن تدهنوه مباشره بعد بضع قطرات من الزيت مباشره على المناطق والأصابع وبين الأصابع الرجل كاملة. من زيت القرنفل، الزيت تعطي رائحة رائعة جدا ومضاد قوي، ويخلصك من الرائحة الكريهة وخصوصا بالنسبة للقدم الرياضيين. زيت الخزامى أو الأفندر، هذا الزيت رائع جدا، تنعرفوا ان زيت الافندر يستعمل مضاد ويعالج الجروح والحب شباب، ومفيد جدا للبكتيريا، وهذا تقتلهم ما تخلي حتى حاجه، وفي نفس الوقت تخلي رائحه رائعه جدا. وفي الاخير زيت الحامض، زيت الحامض العطري تنديروا بضع قطرات، ممكن ديروا بضع قطرات في الماء الدافئ ودير بحال شكل حمام للقدم، يعطي رائحة زوينة وتي في نفس الوقت يقتل الجراثيم البكتيريا وتيعالج الطفح الجلدي، وكذلك
البقع السوداء يبرد الأصابع، لا حقاش تتعرف الناس اللي عندهم الرطوبة في الرجل هما الناس اللي تتعرقوا بزاف، درجة الحرارة عندهم عالية جدا، فهو عنده واحد المفعول جميل جدا أنه هذا الطفح الجلدي، وحتى البشرة تولي فاتحة. مهم، عنده فوائد كثيرة بزاف، خاصو فيديو خاص ليه هو بوحدو. فغاد نوريكم وصفة فيها الحامض إيه، وممكن حتى نديرو 7 قطرات زيت الحامض. نحتاج حبة واحدة من الليمون، نأخذ وعاء كبير ونضيف ماء، بالنسبة للبشرة الحساسة ممكن استغناء عن حامض. ملعقة من ملح الخشن أو ملحة الحية اللي هي على هذا الشكل، ولكن خصكم طحنوهم شوية ولا تدكوها شوية باش تكون مفرطة. هذا عندها واحد الدور رائع جدا، أنها تحيد الانتفاخ اللي تكون في الجلد. الماء راه تقريبا دافئ ماشي ساخن، دافئ. أفضل هو الملح من هذا النوع. نديرو ملعقة وممكن نديرو القليل هاكا فوق الحامض وتحطو الرجل هنا وتندوزو عليها. تنزيدو هذا الشكل العامر بالملح الخشن و تندوزو على الرجل جيدا. هكا حتى داخل الرجل، من بعد تنطفوه بالماء الدافئ وما نساوش تنشف، ضروري تنشف بالأصابع مزيان. تنشف بالأصابع ما تخليش حتى، وفي الأخير الوصفة الأخيرة والرائعة وهو الحناء اللي هو معجزة ربانية، مضاد للبكتيريا طبيعية جدا جدا، ما فيها حتى شي مواد حافظة. غادي طريقة استعمال ديالها سهلة وبسيطة جدا جدا، خاصنا نتأكدوا من بين الأصابع خاصهم يكونوا ناشفين مزيان ونمسحوهم، نمسحوهم مزيان. تأكدوا من الجفاف ديالهم، راه خصهم يكونوا ناشفين. من بعد الوصفة غادي ديرو غير شوية من الحناء بين
الأصابع، لو ما معروفين المكان اللي تتغطى فيه واللي تكون فيه العدوى منتشرة، لأن الرجل اللي تتكون فيها الفطريات راه تتكون طفح جلدي يوصل حتى الفوق وحكة وقشرة. مهم هذا الشيء كله سببه الفطريات والرطوبة، بقوة ما تلبسوا حذاء اليوم كامل، ناخذ منديل ناعم ورقي ناعم هكذا، تاخذوا حاجة اللي ناشفة جافة، ومن بعد نأخذ جورب كيف ما قلت لكم من أفضل يكون فاتح اللون وجاف ونظيف، وتبقى هكا ليلة كاملة حتى الصباح، وغادي تحيدوه الرجل تغسل مزيان ومسحو بين الأصابع بمنديل نظيف وجاف، وإن شاء الله ما تكون حتى شي حكة، غادي يبدأ البكتيريا تمشي في نفس الوقت، القشور غادي يكون لهم حل آخر اللي هو غادي ديرو فازلين أو كريم. تنستعملوا هذا الكريم، هذا سميتو فيتامين تا زون، اللي هو غني بفازلين وبلونس الكول بارافين ليكيد، بزاف المكونات فيه انها تترطب البشره وما تخليه فيه القشره. كذلك كريم اخر اللي هو معروف جدا سميتو غليسيرول فازلين بارافين، وهما النسبه ديال الجليسيرول 15%، فازلين 8% وبارافين 2%، حتى هو تديروه باش لترطيب القدمين الا كانوا مشقوقين، باش هادوك الشقوق هما اللي فين تيدخلوا فيهم الفطريات وتعطي الرائحه كريهه مع وجود الرطوبه في الشقوق. كذلك احسن زيت هو زيت جوز الهند، جوز الهند هو زيت جد رائع، رائحة رائعة، كذلك قاتل للبكتيريا وفي نفس الوقت مرطب، إذا عنده مواصفات رائعة جدا وتنصحكم بها. استعملوها الرجال النساء اللي كاع عنده هاد المشاكل ديال الفطريات الجلد، فهو معالج طبيعي جدا جدا. وتنتمنى لكم الصحة والسلامة، وما تنساوش لايك واشتراك في قناة توب 6 مينوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن الناس اللي ما عندهم مع الحنة يستعملوا الزعتر، الزعتر يطحنوه، كذلك أوراق أوكاليبتوس والملح، هادشي كله خصو يكون مطحون، وديروه في وعاء مليء بماء دافي، ودخلوا رجلكم ودلكوا دلك خفيف بين الأصابع بهاد الزعتر اللي خصو يكون طلق شوية، ياك من بعد تنشفو رجلين مزيان صافي. وخص هادي تتعاود الاستعمال ديالها تقريبا مرة في اليوم، أما الحنة فتقريبا مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين فقط، ويختفي المشكل بإذن الله. مرهم ديبروزون وهو مرهم فعال للفطريات والصدفية والإكزيما وضد الحكة، وهو فعال لكل الفئات العمرية، يستعمل على فوق الجلد.